دونك استاذه بغلي فريده، استاذه باحثه جامعه الجليليه بالسيدي بالعباس. جيت لهنا لهذه الدوره تاع تم السوايع في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. كانت تجربه انغيشيسانت، فوالا، غنيه. كانت معلومات كثيره، وكانت كاين ثاني تبادل افكار واراء لا باس به. فنشكركم على هذه الدوره. السلام عليكم، معاش عبد الرحيم من ولايه ابن عباس، ممثل مدرسه القيم الحضاريه. اليوم رانا متواجدين في مدينه سطيف، وبالضبط في دوره استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي. بون، كانت دوره جميله، فادتنا يعني نحن كاداريين وكاساتذه مكونين يعني في هذه المدرسه. نشكر طاقم الصبوره، كما اشكر ايضا المدير التنفيذي لصبوره. اشكر الاستاذ الذي كان معنا اليوم، الاستاذ عبد الحق، ونتمنى ان شاء الله تكون لنا مشاركات اخرى ان شاء الله بالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. كانت لنا فرصه اليوم للالتقاء بالباحثين من الجزائر من مختلف الجامعات الجزائريه في مختلف التخصصات. كانت فرصة رائعة صراحة للالتقاء بالباحثين حضوريا بعد عدة دورات كانت أونلاين، بعد طلبات كثيرة من الباحثين. كانت الفرصة اليوم لنلتقي بهم حضوريا في جو علمي مميز، في يعني جو تنظيمي صراحة أكثر من رائع. الأجواء كانت أكثر من رائعة، أخوية علمية. التنظيم كان في المستوى، الاستقبال أيضا كان في المستوى. كل المشاركين عبروا عن ارتياحهم وعن استفادتهم من هذه الدورة، طبعا التي كانت تهدف بصفة خاصة إلى معرفة آخر ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالبحث العلمي، من أجل استغلاله من طرف الباحث الجزائري أحسن استغلال للرفع من جودة بحثه، وطبعا الرفع من يعني إمكانية نشر أبحاثه في مجلات مرموقة، مجلات دولية. طبعا نسعى إن شاء الله نلتقي بالباحثين إن شاء الله في دورات حضورية أخرى، لما لا في الغرب أو في الوسط أو في الجنوب، حتى تتاح الفرصة للجميع. أتمنى أن نراكم على خير بإذن الله ونجتمع على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.